بعد إلقاء القبض على الخمس إرهابيين اللي تم تهريبهم من سجن المرناقية، هل تنتظر طبعا كمواطن تونسي من السلطة الرسمية أنها تمد الشعب التونسي بحقيقة فيها شكون هربهم، كيفاش هربوا وعلاش هربوا؟ والله هي اون برانسيب هذا شي سيرة، ما كيما نقولوا الحقائق هذوما ديما خفية، معناتها ما صندوق أسود، معناتها الحاجات هذيا اللي عندها علاقة بالإرهاب وأمن الدولة جينيرالمون ما نستنوش باش نلقاو حقائق كبيرة ولا تخمينات، وكاو هما باش يقولوا حاجات تلميحات مي المواطنين باش يقعدوا يأولوا ويقعدوا، فماش باش تلقى حقيقة 100% ما تلقاش، ولا مقدم ولا عنده علاقة بالاغتيالات السياسية ولا أمن الدولة، ولا ما تستناش باش يعطوك حقيقة كاملة. شكون يهرب؟ كيفاش خرجوا من الحابس؟ معتقل هو المرناقية مش حابس الساعة، ما ينجم يهرب منه حتى واحد. يعني أنت تو تستنى في الإجابة معناتها تاع السلطة الرسمية على الأسئلة هذوما كيفاش؟ أعطونا العوين، أعطونا العوين اللي هربوهم، وينهم العوين؟ أولاً ساعة لابد من كلمة شكر للأمن التونسي. كلمة شكر للأمن التونسي، كلمة شكر لكل من عمل على إلقاء القبض عليهم، ثم أن لابد من السرية، الأبحاث تتطلب السرية. أنا في خريف العمر ونعرف ما معنى السرية. السرية عند حتى تنتهي العملية كاملة وبعدين يمكن تقديم الحقيقة. أول حقيقة هي إلقاء القبض عليهم ساعة. إذا هذا خبر مفرح، تحية ثانية للأمن وشكر لتونس. تحية تونس. والله انا نحب الحقيقه ماذا بيا ما يمدوناش، خاطر هذه حاجه بروفيسيونيل ولازمها تقعد للامن. انا كريتو كيفاش شدوا ورمي روحو، انا كمواطنه حتى كي نحاول نقول بالتليفون اما ما نرميش روحي عليه هكاك، فهمت؟ دونك هذيك وطنيه كبيره بالنسبه لي انا. بالنسبه لنا احنا تو اللي ذوما اللي سايبهم الحبس، احنا ماذا بينا معناه نشوفوا شكون هما وشكون اللي هربهم، واللي متورطين معناها الناس المتورطين وراهم هما، فهمني؟ خاطر ديجا احنا معناها كدوله معناها قيس سعيد وهو معناها الرئيس نتاعنا ماذا بينا معناها نبينوا للناس كل شكون اللي وراء العمليه ذي، خاطر باش نقولوا نتهموا ناس، ثم ناس متهمين معروفين، الناس هذوما اللي هما معناها المنظومه نتاع فهمني، وراهم ناس اللي قاعدين معناها يعملوا في الشيء ذايا، واحنا بلدنا راهي باهيه ونحبوا الناس هذوما يتكشفوا واحد واحد. هي تعطي عمليه تهريبهم كيفاش وشكون خط وشكون نفذ، وتعطينا فهمني اللي هما تشدوا ولا لا، احنا ما ريناهمش، لازم هما يخرجوا للاعلام يتكلموا. وزاره الداخليه هبطت بلاغ رسمي قالت راهو تم القاء القبض على كل الارهابيين اللي هرب. هي عطينا نسمعوهم، شكون قال تشدوا؟ عطينا نسمعوهم. عديهم في تيري كما يامت بن علي. ايه بطبيعة الحال كي تكمل الابحاث وتكمل التحريات الكل وتسكر وتعرف الملف الكل، بطبيعة باش الدولة باش تخرج لنا الحقيقة كاملة. تمش علاش باش تخبيها الدولة؟ ما عندهاش علاش سبب. يعني تهمك الحقيقة، معناتها تهمك معناتها التفاصيل ما بعد عملية القبض، معناتها تحب تعرف الحقائق الكل، لأنه ثم شكون يقول لك أنا لفات أنهم معناتها سيلقوا القبض عليهم، البقية ماعش يعني. لا تهمنا بطبيعة، تهمنا خاصة إن شاء الله ما يكونش فيها معناها صارت تكون معناها اللي صار يكون معناها عفوي، معناها الناس مع بعضهم تفاهموا وهربوا، ما تكونش معناها ثم مؤامرة ولا تخطيط ولا هذه أهم حاجة، كي ما يكونش ثم تخطيط ومؤامرة عادي، معناها الناس في الحبس خط خطوا باش يهربوا عادي، هما في الحبس محصورين عادي باش يخطوا يهربوا. والله نتمنى نلقوا الحقيقة فهمتني، وماذا بينا يعني تكون البلاد في أمن وكل ما شيء، ونتجنبوا هذه المشاكل هذه اللي قاعدة تصير. وديجا أنت قاعدة تشوف يعني حالة البلاد والوضع الاقتصادي، وكان يعني الامور كلها لا حول ولا قوه الا بالله، وماذا بينا يعني نتجنبوا هالمشاكل هذه الكل فهمتني، ونكون بلاد في امن وامان، وان شاء الله الحقيقه تبان وتبان شكون الخلايا اللي قاعده تحرك من تيلي ولا فهمتني، ماذا بينا ما فماش واحد ما يحبش الحقيقه تبان فهمتني. كنت تتوقع عمليه القبض عليهم خاصه معناتها في المده الزمنيه القصيره تتسمى هذه؟ والله الحق ما انا الحق ما تبعتش برشا الموضوع من الاول، مي حسب ما خرج في بالنسبه للسيرتو الفيسبوك
وسائل التواصل الاجتماعي على اساس الطريقه نتاع هروب بريزون بريك، ومعناتها كنت نتوقع انا معناتها باش يخرجوا منها باش يهربوا، اما كي شدوهم والله يعطيهم الصحه، معناتها الاستخبارات وامن قوي والحمد لله رب العالمين. والله انا عندي ديما ثقه في الامن، يعني انا انسان عشت شيفال معناها كل العهود، ونعرف الامن التونسي دائما بدن او بوانت، وعندي ثقه فيه. الامنيين بتاعنا سواء كان الجيل القديم ولا الجيل الجديد عندي فيهم ثقه مطلقه، وديما نحييهم انا بصراحه، وانا شخصيا عندي نحب البلاد هذه بامنها بعبادها كل شيء. اي نتوقع، كنت نتوقع باش يتشدوا في ساعه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله كونوا يتشدوا في ساعه، ومتوقع كونوا يتشدوا في ساعه، ما ثماش علاش ما يتشدوش في ساعه. بالطبيعة ما عندناش شك في المنظومة الأمنية اللي كونها ديما حريصة على أمن الوطن وكل ما شيء، وديما حريصة على أمن البلاد وبرشا حاجات، يعني قايمين ليل ونهار هما، فهمتني، وربي يعاونهم. كيفاش كانت الرياكسيون تاعك سمعت بالأخبار؟ والله رياكسيون تاع استغراب لا أكثر لا أقل، استغربنا خاطر هو معناتها سجن معروف بحراسة أمنية كبيرة وكل شيء، استغربنا زاد خرجتك تصاور أو شباك أو شنية، معناتها ما الحق استغربنا من الاول. معناتها كي سمعت معناتها نجاح العمليه الامنيه والقاء القبض عليهم كيفاش كانت الرياكسيون؟ والله زاد الرياكسيون والله تفاجئنا خاطر يعطيهم الصحه، معناتها في خاطر معناتها نحن من الاول خممنا قلنا اللي مثلا كان هربوهم ولا كذا قلنا معناتها حضروا لهم الهروب فيسا، عمليه كبيره معناتها كي شدوهم والله يعطيهم الصحه فريمون بالحق، انجاز كبير ياسر معناتها في يخص الامن والواحد فرهدنا، معناها حطينا الناس اللي موجودين في السلطه وعلى راسهم وزير الداخليه، معناها ثم اجهزه امنيه قاعده تخدم يعطيهم الصحه، اللي قاعدين معناها يخدموا ليل ونهار باش يوصلوا معناها تولي معناها تونس تبقى ديما معناها هي الشمعه اللي تضوي علينا، فهمني، وماذا بينا ثم ناس مطورتين يلزمهم يتكشفوا ومعروفين، هذوما معناها ديجا معناها هما ما يحبوش الاعلام تاع النطق الرسمي تاع وزير الداخليه ما يحبش يتكلم، ماذا بينا احنا عطينا يوضح لنا الناس هذوما معناها الاجندات اللي معاهم، فهمني، خاطر احنا عيب معناها الدوله كما هكا معناها هي معناها تو كسلطه كوزاره الداخليه وكوزاره الدفاع ناس قاعده تخدم ليل ونهار، واحنا اعطونا يا سيد الرئيس وزير الداخليه اعطونا معناها الناس هذوما المتورطين باش احنا نتفردوا